السلام عليكم، كانت منكم تكونوا في احسن الاحوال ان شاء الله. كيف ما وعدتكم غادي ندير لكم فيديو اللي فيه دي زيكزارسيس ديال لي زوند ميكانيك بروغريسيف اي بيريوديك. دونك خديت اكزارسيس من لي زيكزارسيس اللي هما نورمال، يعني عاديين، اكزارسيس بسيط غير باش نولفوا الكور بحرا يجيكم ساهل في الخدمه وفي التمارين. دونك التمرين غادي يخص لي زوند بيريوديك، وتمرين غادي يخص لي زوند بروغريسيف، لان لي ناسيونو نورمالمون ما كيتحطش فيهم، الا تحطو كيتحط لومينوز بزاف اللي هو الدرس الماجي، وكيتحط فيهم هذاك ديال الديفراكسيون وكذا. دونك حنايا نحاولوا نديرو غير فيت في هادشي، لان دو بوين ديال ناسيونال ما كيتحطش فيها داكشي بزاف. لينونسي ديال التمرين تتكون طويله، ومي تجي لي كيسيون بصات حتى الريبونس كتكون سهله. خديت لكم التمرين، دونك غادي نحاولوا على بركه الله نجاوبوا عليه بصيت صراحه ساهل، دونك خصكم غير شويه ديال التركيز. دونك انا رسم على قد الحال ما حاولت نرسم، دونك دير بحال هكا. دونك هذا سي ان اوسيلوغرام، دونك نعقل على هذه السميه اوسيلوغرام، كي عطاوني دوني واحد اللي هو دي كتساوي ان متر، وانا نشوفو لي كيسيون. دونك انا نقرا لكم لي نونسي ديال التمرين، ولان ما حاولتش نكتبو لان فيه شي حوايج هما عاديين، دونك انا حديت لكم غير شنو غادي تحتاجو من التمرين. دونك اون بلاس ان ايميتور او دولترازون ا اون ديستانس دي ايغال ا ان متر دان ريسيبتور ار. ليميتور برودوي دي سالف اولتراسونور ان رلي او ا لا فوا 1 d'un oscilloscope et R à la voie 2. L'oscillogramme suivant ci-dessous montre les tensions aux bornes de E et R. Donc, c'est le tmerin. Awel soual qallak, quelle est la vitesse du balayage choisi? Donc, nta soual khskrit lahed fi tmerin. Khskrit lahed. Donc, quelle est la vitesse du balayage choisi? Donc, la baïna fi tmerin 0,5 mètres par seconde, millisecondes F1 par division. Ça fait? Donc, la vitesse du balayage, il est dit que la sensibilité, les qu'un qu'on a dit, soit qu'on a dit, mais qu'il y a pas ou même, ou qu'on a dit, il faut juste que SH. Là, on a dit, SH, on a directement, il y a la vitesse du balayage. C'est bon? Donc, c'est 0,5. millisecondes par division. Sual tani, justifier l'aspect de l'oscillogramme. Donc, awel haja kanchoufha, anna had les deux tensions, had tension, ki dayrin, wach ils sont confondus? Donc non, donc les deux tensions ne sont pas confondues, ce qui signifie quoi? Que le récepteur R reçoit les salves dans l'ultrasonore avec un retard. Puisque هذا بدا من هنا ومشى عاوتاني جينا المره الثانيه وشفناه وصلت حتى لهنا عاد بدا، دونك عندنا واحد لو روتار. فوالا، دونك هذاك لو روتار اللي كيعني بان راه puisque هادو ils ne sont pas confondus، دونك راه عندنا واحد لو روتار. والسؤال اللي موراه هو نيت يقول لك حسب لي لو روتار. حتى الا ما قاليش حسب لو روتار خصني نحتاجو باش نعرف نحسب la célérité. دونك السؤال الثالث هو calculer la célérité des ultrasons dans l'air. صافي، دونك dans l'air العلاقه العاديه اللي كنديروها اللي هي V كتساوي D على دلتا T. غتجي واحد السؤال تقول لي وانا داك دلتا T ما عنديش، منين نجيبها؟ نقول لك من الفيغور. غادي ناخذ انا هنا منين بدا عندي لوند، بدات من هنا. دونك الا بدات من هنا خصني نوصل في الحساب حتى لهنا. دونك شي مره شنو تيدير التلميذ؟ كيمشي لهنا كيبدا الحساب، وكيجي لهنا مثلا هنا عاد غيبدا لي هنا عاد كيسالي. دونك هنا بروبليم، ديما لوند هادي انا راه غير راس معيا راه قد هادي قد هادي غادي تكون. اذا منين بديت هنا نبدا هنا خصني نحبس هنا. دونك كنحسب 1 2 3 4 5 6. دونك في التمرين دونك عفوا سي با هنا دونك فوالا
سي جوست هنا لان انا قلم راسي ما تيبانليش مزيان لان كنشوف لا كام ديال التليفون دونك هنا بروبليم دونك وكان حسبت حتى لهنا غتجيني 7 والجواب الصحيح هو 6 دونك هنا هو بروبليم دونك فيت اتونسيون الكالكول دونك نعاودها منين بدات دونك ماشي بدات من هنا بدات من هنا دونك حتى هنا غادي تبدا من هنا نحسب 1 2 3 4 5 6 فوالا دونك عندنا 6 ديفيزيون سي بون اش غادي ندير بهاد 6 ديفيزيون دونك عندي ديجا اون سي بيان كو طو كتساوي x اس h هاد x شحال هي 6 و اس h هي 0.5 ونحضي مزيان من لي زونيتي هنا بالميلي سكوند دونك غادي تكون 6 في 0.5 اللي هي directement il y a 3 millisecondes بغيت نردها للسكوند باش ما نتلفش 3 في 10 لا بيسونس موان 3 سكوند انا ما باغاش دلتا تي باغا 20 دونك directement في شنو هي 20 كتساوي دي على دلتا تي عطاوني دي ان متر دلتا تي ديجا هي 3 في 10 اس ناقص 3 دونك directement شحال غتعطينا 1 سور 3 في 10 لا بيسونس موان 3 سي 20 كتساوي 300 30 mètres par seconde. On a essayé de me dire. Ça va ou pas? Donc, on va vous dire comme la réponse. Libre screen. Le libre client. Donc, on dit la réponse. Ben, non, moi, c'est bon? Donc, deux autres me dire. Et on a dit que me dire. Les ondes ultrasonores. Qui sont les ondes ultrasonores? صعيب عليا الشكل نرسمو هكاك بالتدقيق لان غادي نحتاجو دوك التدريجات وغنحتاجو بزاف د الحوايج دونك من الاحسن تقراو التمرين تيل كيلي نقراو اونصومبل دونك نفيكسي مزيان On étudie, pour étudier les caractéristiques des ondes ultrasonores, on utilise le dispositif représenté au schéma 1. Donc, où est le schéma? Where is it? Donc, où est le schéma? Donc, à figure 1, figure 2, je pense que c'est là. Constitué d'un émetteur d'ondes ultrasonores qui se propage dans l'air et deux récepteurs R1 et R2, distance de D égale à 17 cm est relié à l'entrée d'un oscilloscope. Le schéma 2 représente l'oscillographe obtenu. Donc, on a regardé le bel. لان عندنا دي كتساوي 17 سنتيمتر دونك نجي لهنا نكتبها دي كتساوي 17 سنتيمتر باش نعقل عليها اون بلوس دو سا فوالا نحضي مزيان من هادي راها سنسيبيليتي دونك 0.1 ملي سكوند بار ديفيزيون دونك اس اش توجور سوا كندير فلوريسون داك الحوايج اللي هما اسونسييل غنحتاجهم سوا كنكتبهم عندي في اون في باش نعقل عليهم 0.1 millisecondes par division. Alors, la première question, déterminer le retard taux de l'incidence de l'onde sur les récepteurs R1 et R2. Donc, le retard taux, c'est quoi? Il représente la durée entre deux instants. Voilà. Où R1 et R2 captent l'onde. C'est ce que vous avez dit. أو هذا واش كاين دونك دابري لا فيغور شنو عندنا طو كنعرفوها بان هي اكس فوا داك اس اش دونك شحال عندنا خصني نمشي نحسب باش نعرف شحال لا سنسيبيليتي هي باينه مي خصني نحسب شحال عندي ديال لي ديفيزيون نفس الطريقه باش ما نتلفوش كنشوفو منين بدات لاند ها هي ها منين سالا ها منين بدات عاوتاني دونك حنا غنحسبو هادشي كامل شحال دونك عندنا 1 2 3 4 5 دونك 5 غادي ندير طو كتساوي 0.1 فوا 5 شحال كتساوي 0.5 ملي سكوند لي 0.5 فوا 10 على بيسونس موان 3 دونك لا ريبونس سي كوم سوي Le retard taux représente la durée. Non, taux est égal à 0.1 fois 5 égal à 0.5 millisecondes, c'est 0.5 fois 10 à la puissance moins 3. La deuxième question, calculer la vitesse de propagation de l'onde ultrasonore dans l'air. Donc, là, puisque le prénato, comme on a eu le taux, je vais me dire que je vais la vitesse, je vais la Ou là, je la question, ça va, je vais le calcul. Donc, déjà, on sait bien que V égale à quoi? Égale à D sur delta T.
déjà il y a 17 cm, or d'ilbel 17 cm c'est le cas à mètre, yani fois 10 à la puissance moins 2. On قسمها على داك الطول اللي لقيت ليا 0.5 × 10 à la puissance moins 3. هذه ثاني application numérique. Donc l'application numérique كنخليها لكم لانها عندكم كالكول حسبوا على خاطركم ديك الساعه خصنا غير يكون l'application littéraire صحيح. Donc 20 كتساوي د على طول application numérique V كتساوي 340 l'application numérique دو ليها البال. C'est bon. السؤال اللي مور هذا, quelle est la valeur de la longueur d'onde de l'onde sonore? Quelle est la valeur de longueur d'onde de l'onde sonore? أول حاجة خصني نعرف بعدا القاعدة ديالي لاندا شنو كتساوي في تي وديجا كتساوي في على اف. هنا ما ذكروليش كاع, ما هضروليش كاع على الفريكونس, دونك انا ضرب على تي صافي صحيح عليا هادي وخدم غير بهادي. لاندا كتساوي في في تي. في واش عندي؟ سي بون, في عندي مي ما عنديش كوا, ما عنديش طو, دونك بعدا اولا تي لان خصني نلقى واحد تي. هاد تي هادي خصني نلقاها, دونك مين غادي نجيبها؟ غادي ناخد ديجا اون سي بيان كو طو كتساوي عاوتاني اكس في اس اش, ولكن خصني نمشي ونحسب شحال عندي ديال طو, شحال عندي ديال تي. دونك الا جينا لهاد البليصه هادي, اذا غادي نحسبو شحال هادو اللي عندنا ملاقيين مع الخط, غنحسبو غادي نلقاو 8. دونك غادي نقول 8 ديال تي ايغال ا كوا. الوغ كيف ما لاحظتوا التمرينات راهم بساطين ساهلين, خصهم غير شويه ديال التريت قبل ما نجاوب التريت ونهذا. دونك ما عرفتش ديتو لا كوريكسيون, دونك هذا هو هما الاسئله. دونك فاش وريتكم قلت التمرين سكريني واه هادو هما الاسئله ديالو وهذه هي لا ريبونس لا ريداكسيون ديالو. دونك ردوا البال غير كيف ما قلت لكم الحساب الكالكول كيفاش كيتصاوب, ما تزربوش في الحساب و لي كيسيون كيكونوا عاديين. بالنسبه للناسيونال تيتحط فيه اغلبيه لي زوند لومينوز فيهم تمرينات ديال لا ديفراكسيون وكذا. دونك ان شاء الله الفيديو جاي غيكون عليهم, ندير نيشان الكور و اكزرسيس. اذا مع السلامه, اللي مازال ما دارش ابوني يشترك عندنا في القناه باش نكبروا العائله ديالنا, وديروا لايك كومونتير وشي دعوه هذا الخير ان شاء الله اللي بغيتو. يلا بسلام عليكم واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه, والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.